علاقة بين ثبات سرعة الرياح وجهد المتولد مع المسافة. خلاص عند كل جهد أنا باخد إيه؟ عند كل سرعة أقصد أنا باخد قراية للجهد المتولد وبرسم العلاقة دي. خلاص طيب، ثم ثبتت السرعة وهغير في المسافة، كلما غيرت المسافة قربا أو بعدا بقيس الجهد. خلاص ثم عملت ثبتت المسافة وثبتت السرعة هغير في الاتجاه، أعطاني هو لو كانت السرعة بتاعها اتجاه الزاوية بتحسن ماشي، مش عايز اقول 90 ماشي، احنا هي دي بالنسبه لل 90 عمود عليه نقول صفر يعني ماشي، فده الصفر بتاعي وازود الدرجات واشوف سرعه الرياح بتبقى ازاي والجهد المتولد من عليه. ده مش كده وبس، احنا ممكن نعمل حاجه ظريفه تاني، اروح شايل الراس ديت نغيرها لثلاثه، خلاص ونغير الايه الريش لثلاثه ريش واشوف العلاقه كتير ما بين عدد الريش شويه. ممكن نخلي ممكن نثبت ثلاثة ريشة ماشي. ده مش كده وبس، لو احنا شفنا شكل الريشة عامل ازاي هنا، شوف شكل الريشة عامل ازاي ماشي في السموزة هي. طب تعالى نشوف الريشة اللي هنا ماشي، في الريشة هنا ايوه دول مختلفين تماما. شوف دي مشطوفة ازاي، دي مشطوفة دي مشطوفة خلاص، وديت ايه ودي سولد بس خلاص. برضو هنجرب احنا دلوقتي جربنا الاربعة ماشي، استنى احنا جربنا اربعة ممكن نجرب ثلاثة ممكن نحضر وابع شكل ماشي. ادي كام دي، ادي كام دي، دي ثلاثة، شوف شوف الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة خلاص. لا ده انا مش كده وبس، ده انا ممكن اعملها كده، ممكن اعملها كده خلاص واشوف اللي ايه الرياح بتاعتها يكون شكلها ازاي، او اللي ايه او اللي بهذا الشكل كده ماشي. اهم ثلاثة خلاص، وبالتالي اقدر اشوف اللي ايه هل الشكل الجهد المتولد هيتوقف على شكل شكل الريشة، شكل الريشة هل الجهد المتولد على اتجاه الريشة، الريشة كانت كده او كانت كده تمام، هل في علاقة كده ماشي، لو كانت كده هل في علاقه برضه بين الجهد المتولد والشكل ده. فانت بتبدع في الايه، بتجيب انت علاقات بقى الواحده عشان تستغل احسن وضعيه للايه، بس فادي ناقصه يا باشا حاجه ايه يا فندم، حمام السباحه ده كنت